اهلا بيكم. النهارده كنت عايزه اجاوب عن سؤال: ايه هو التخاطر الروحي؟ يعني في حد بعت لي، مع اني انا اتكلمت عن موضوع التخاطر الروحي ده من المواضيع اللي كنت حابه اتكلم فيها كتير جدا جدا، مواضيع بتشدني. اي موضوع له علاقه بعلم الطاقه هو موضوع مميز بالنسبه لي. يعني ايه التخاطر الروحي، وايه علاقته ان انت تعرف مين اللي بيفكر فيك؟ او يعني مثلا ممكن انت تعرف لو في شخص بتفكر فيك، ممكن تلقط وتكتشف ان الشخص ده بيفكر فيك دلوقتي ولا لا. طيب، في ناس بتدعي ان علم التخاطر الروحي ده علم هوس وعلم تخريف وحاجات كتيره جدا، بس اللي عايز اقوله ان ده علم حقيقي. هثبت لكم مثال بسيط جدا. مش احيانا كده ممكن تكون في ليك صديق معين ما شفتوش من زمان قوي قوي، ما اتكلمتوش مع بعض وما فيش اي حاجه فكرتك بيه، فجاه كده جه في بالك مره واحده وقفز الى عقلك، قلت يا انا ما شفتش فلان ده من زمان قوي او عايز ابقى اكلمه، وفجاه وبدون اي سابق انذار لقيت الشخص ده بيكلمك في التليفون. انا حصلت معايا كتير جدا. انا فاكره ان انا مره كان في بنت انا ما قابلتهاش من 15 سنه، والله العظيم يا جماعه، كانت زميلتي في الجامعه وانا منصوره، هي انا عايشه في القاهره، هي منصوره يعني بعيده عني جدا. جت في بالي وقعدت افتكرها واقول يا دي كانت بتعمل الطرحه مش عارفه بطريقه كذا، وكانت بتحب الوان كذا، معرفش هي جت في بالي. بعدها كنت راحه الجيم، ففي فتحت الجيم صيدليه صيف كده، نزلت الصيدليه بشتري حاجه، فلقيتها بصت لي كده قالت لي انت رشا مراد، انت كنتي جامعه المنصوره ومش عارفه ايه. فبصت لها كده قلت ايه ده انت منال، قالت لي ايوه. اللي هو في نفس اليوم انا افتكرتها هي عايشه في المنصوره، كان في زياره لواحده صاحبتها واتقابلنا صدفه. حتى كانت بنتها معايا قالت لها انت عارفه رشا دي صاحبتي من 17 سنه، ويعني من زمان. انا مش عايزه اكبر نفسي يعني، بس او هقول لك حاجه تانية بتحصل مع مامتي، لان دايما التخاطر بيحصل مع ناس القريبه منك. يعني انا دايما لما اكون معكوكه في مصيبه كده، يعني عارف وانا في قلب المصيبه، تلاقي مامتي تتصل بيا تقول لي رشا انت فين او انت كويسه. تلاقوا دايما امك بتتصل بيك وانت في قلب يعني في ازمه في خطر في مشكله كبيره جدا، تلاقي مامتك تقول لك هو انت كويس، انا حاسه ان في حاجه غلط، انا حاسه ان في حاجه خطر. لان انت لما حسيت بالخطر ده بعت رسالة تخاطرية أو رسالة روحية لمامتك، فمامتك حست أن أنت في أزمة. قيسوا على كده حاجات كتيرة جدا جدا. أنا برضو كان في ممثل مشهور جدا دايما بحبه قوي ونفسي قابله، كان عمرو يوسف. يعني عمري ما قابلته، مش بشوفه كتير، فبرضو جيب بالي إيه ده أنا نفسي قابله ومش عارفة إيه، قابلته صدفة في إيفنت عمري ما تخيلت، ما كنتش عارف أنه موجود. يعني حاجات كتير جدا جدا. يعني لو انت قستها هتلاقي نفسك بتعمل تخاطر وبتبعت مسج وفعلا بتخسر الحاجة وانت مش فاهم. البوينت اللي عايز اقولها ان التخاطر الروحي او التخاطر الذهني ده بيحصل كده كده، سواء ان انت استخدمته او ركزت فيه او ما استخدمتهوش. ازاي يعني؟ يعني انت مثلا حتة ان انت تفكر في حد ويتصلك، انت ممكن تعملها بطريقة يعني تلقائية جدا صدفة يعني، بس فعلا تلاقي الشخص ده كلمك. فبالتالي انت لو ركزت شوية تقدر تبعت مسجات او رسائل لشخص معين عن طريق استخدام عقلك الباطن. طب اقول لكم على حاجة تانية. انا في فيديو عملته اتفرجوا عليه وحلوة قوي، ازاي تعرف ان في شخص بيفكر فيك وهو بعيد. ان انت يعني انت كمان ممكن تكتشف ان الشخص ده بيفكر فيك ازاي. تبقى قاعد كده من ولا ليك ولا عليك مشغول، مفيش اي حاجه بتعملها مفيده مثلا، ولا في اي حاجه الشخص ده فكرتك بيه، ولا شميت ريحه البرفيوم بتاعته، ولا جه اسمه، ولا حد فكرك بيه. فجاه تلاقي الشخص ده جه على بالك وافتكرته، مثلا افتكرت ان هو وحشك، افتكرت ان انت لما كنتوا بتخرجوا مع بعض، ولما كنتوا مش عارفه بتعملوا ايه، لما كنتوا بيحصل ما بينكوا ايه. فالشخص ده تحس ان هو ايه ده، هو ازاي جه في بالي فجاه كده، هو ازاي الشخص ده يعني بتبقى مستغرب جدا ايه اللي جابه في بالك فجاه. اللي جابه في بالك فجاه ان الشخص ده فكر فيك في نفس اللحظه اللي هو جه في بالك. فعشان كده ركزوا في حاجات كتيره جدا. طيب ازاي انا ابعت رساله تخاطريه لحاجه معينه؟ حاجتين. اول حاجه ان الرساله دي ما تكونش طويله، يعني مثلا ما اقعدش بقى افكر اقول له اصل انا زعلان منك علشان انت لما قلت كذا كذا، فلما عملت كذا كذا فالموضوع بقى اثر فيا نفسيا. لا، انا الشخص ده هتخيله قدامي وهتخيل شكله قدامي بريحته بتفاصيله بكل حاجه فيه، وتخيل ان انا واقف قدامه وبص في عينه. لازم كويس، لازم مهم جدا جدا ان انت تتخيل تفاصيل الشخص ده، يعني كل حاجه تقدر تخيلها كانها حقيقه، وتخيل ان الشخص ده كانه واقف قدامك وكانك انت بتبص في عينه. قول المسج اللي انت عايز توصلها له. يعني المسج دي يا ريت تكون قصيره واضحه، very clear. يعني كل ما المسج دي تكون قصيره، يا مان خلاص بقى بطلي، اصل صاحبتي يا جماعه دخلت عليا في عماله تعملي ديستورشن.
انا سهل فالشخص ده هتقول له مسج مثلا وحشتني، هتقول له كلمني، هتقول له انا بحبك، هتقول له انا عايزه اتصل بيك، هتقول له انا عايزه اشوفك، هتقول له عشان خاطري سامحني، هتقول له انا مش قادره انساك، هتقول له مسج بسيطه جدا وواضحه جدا وفيري دايركت وفيري ستريت فورورد، قولها له. انا بعد كده عايزه الشخص ده يعني يحس ان هو سمع المسج، ان هو عمل لك سمع وان هو مبسوط مثلا، وبعد كده تبدا تبعد عن الشخص ده او صورته الخياليه تختفي من قدامك. هي دي المسج الروحيه او التخاطر، ان انت تركز في شخص معين، ان انت تتخيل او تتصور ان الشخص ده قدامك، وان انت تقف قدامه وتقول له المسج اللي انت عايز تقولها له، وهو وانت متخيل تفاصيله. لو انت عارف الشخص ده، تخيل ريحته، تخيل طريق ضحكته، تخيل ابتسامته، تخيل رموشه، تخيل حواجبه، تخيل كل تفاصيله علشان التخاطر ده ينجح معاك. طيب هل انت يعني هل التخاطر ده ليه وقت معين؟ لا، اعمله في اي وقت على فكره، ممكن تعمله في اي وقت، في اي لحظه، في اي مكان، ملوش اي وقت معين ولا ليه مثلا توقيت معين. اوكي، طيب هل انا ممكن اعمله مع ناس معينه؟ اي حد تعمله، بس الشخص ده يكون عارفك، يعني يفضل ان هو يكون عارفك، يعني حتى لو مش عارفك ممكن تحصل بس بنسبه بسيطه. اوكي، على فكرة انت ممكن تتخاطر وتبعت مسج للشغل اللي هو اتصلوا بيا، اعملوا لي انترفيو، تتخيل الشركة، يعني انت ممكن التخاطر ده تستخدمه في جذب كل حاجة انت عايز تبعت له مسج. يبقى المسج دي هي مسج تخاطرية روحية بتوصل عن طريق ان انت بتبعت ذبذبات كده من عقلك الباطن او من عقلك اللاواعي، بتنتشر كده زي الذبذبات الكهرومغناطيسيه، معلش يا جماعه ده عمر ابني، فبتمشي لحد ما تروح لعقل الراجل ده. فوانت بتفكر فيه لما انت تعمل التمرين ده، هو قاعد كده ليه وعلى ليه، ممكن يكون بيشتغل، ممكن يكون بيتفرج على ماتش، ممكن يكون قاعد مع اصحابه في كافيه اصلا مشغول جدا، فجاه هتلاقي انت جيت على باله، وفجاه يحس ان هو مثلا انت وحشته. على حسب المسج اللي انت بعتها له هو هيحس بالمشاعر، سواء كانت مسج ايجابيه، انت هتدخل في عقله الباطن بطريقه ايجابيه، هيحس ان انت مثلا وحشته، هيحس انه عايز يتكلم معاك، هيحس انه عايز يتصل بيك. على اساس المسج هو هيشعر بذلك الشعور. هل الشخص ده لازم يكون في نفس البلد بتاعتي؟ ممكن يكون في قاره تانية، بلد تانية، في كوكب اخر، عادي جدا، يعني تبعت كده مسج لكائن فضائي عادي. المهم ان انت تحس بالمسج، لازم يكون احساسك كده وانت بتبعت المسج تبقى حاسسها، يبقى في كده احساس، في عمق، في مشاعر، لان كل ما احساسك بتجيت انفولفد كل ما المسج دي بتوصل. اوكي، طيب لازم ما تشكش، يعني اوعى تشك ان المسج دي، تقول بقى ايه التخاريف دي وانا هجرب. لا، انت تبقى عندك يقين ان المسج دي وصلت، لازم ما يكونش عندك شك، ويكون عندك يقين ان الشخص ده استمع للمسج دي وخلاص استقبلها. لان انت يعني احنا كل واحد فينا عباره عن جهاز ارسال وجهاز استقبال. يعني انا كرشا جهاز ارسال، ان انا برسل مسجات وبرسل افكار تخاطريه وبستقبل. اوكي، يبقى لما حد بيفكر فيا او لما حد بيبعت لي مسج تخاطريه روحيه، انا بفتكره او بتخيله، والعكس تماما. فيا جماعه ركزوا في الموضوع ده، لان الموضوع ده بجد ممكن يعمل لك زي السحر، تجذب فلوس، تجذب عمل، تجذب اشخاص، تتصالح مع ناس، يعني ترتبط بناس، انت لدرجه ان انت ممكن تبعت مسج تخاطريه لشخص انت عايز ترتبط بيه وهو انت مش في دماغه او ما عرفكش كويس كمان. بشكركم. موضوع التخاطر الروحي ده زي ما قلت لكم يعني سحر، استخدموه ان هو يكون تخاطر ايجابي، ان انتوا تتخاطروا تخاطر ايجابي. اعتبر نفسك انت مغناطيس، كل ما تفتكر كلمه تخاطر روحي قول انا مغناطيس، اقدر اقدر اجذب الطاقه الكويسه، وابعد عنك اي تخاطر سلبي. يعني ما تفتكرش الاشخاص بتخاطر سلبي، ما تفتكرش الاحداث السلبيه علشان تقدر تنجح في حياتك. انا حاولت باختصار كده اجاوب على سؤال ايه هو التخاطر الروحي. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. قولوا لي هل انتوا عملتوا تخاطر قبل كده ونجح ولا لا؟ انا كرشا يعني نجح كتير جدا، يمكن انا شغلي اللي انا بشتغل فيه دلوقتي ممكن يكون حصل بالتخاطر والله العظيم، او قانون الجذب، حاجات كتيره جدا في حياتي، حتى الشانل بتاعتي على اليوتيوب كمان حصلت بالتخاطر وقانون الجذب. يعني ممكن اقعد احكي لكم قصص كتير جدا، مره كده اقعد احكي لكم. احكوا لي قصص نجاحاتكم مع التخاطر. اهم حاجه يا جماعه اليقين وحسن الظن بالله، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال تفائلوا بالخير تجدوه. فكل ما تكون متفائل ان انت هتقدر توصل اللي انت المسج اللي انت عايزها للشخص او الشركه او اتاذر انت بتبعت مسج لمين، كل ما بتقدر توصل لها وبتقرب لها اكتر. ابعدوا عن الشك، ابعدوا عن الطاقه السلبيه، الشك، التردد، ان انت تفكر في العقبات، ان انت تفكر في
المشاكل دي حاجات بتبعدك ان انت توصل لمرادك او الحاجات اللي انت عايزها. طبعا بعتذر على كل الدوشه اللي حواليا دي، واشكركم وثانك يو لكل الناس اللي بيقولي لون الطرحه عليكي حلو، يعني بجد ده اخجلتم تواضعنا، انا اصلا بتكسف جدا. طيب هسيب لكم فيديوز لو بتتفرجوا عليا على اليوتيوب هنا، لو انتم ما اشتركتوش في القناه بليز تشتركوا وتابعوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك. ثانك يو، بحبكم، اكتبوا لي قصصكم تحت في الكومنتس. باي.